قطع. الو، ايوه تفضل يا حمد. مساك الله بخير شيخ، مساك الله بالنور، يا مرحبا. كيف حالك؟ بشرك طيب الحمد لله رب العالمين. شيخ انا حلمان طال عمرك، ان عندي مثل البيت اهلي واسع، نعم بس واسع كبير بس مثل هو قديم، نعم وفي ايوه اسانسيرات من داخل ومعي والدتي، وطلعت برا نعم من البيت ولقيت براحة كاملة من الزرع، كأنه هو زرع طبيعي كله أخضر، وجاني واحد كأنه شاري البيت، وقلت له أنا شاري البيت هذا، نعم والله يجزاك خير ومشكور ما قصرت في حياك ذلك. الله يا حامد، حياك الله حامد. والله يا حامد يعني رؤية منزل الأهل واسع هذا يدل على النجاة من الهم والغم والحزن كما قال عليه الصلاة والسلام وليسعك بيتك. أما البيت القديم في المنام يدل على التمسك بالعادات والطباع السليمة، وكذلك يدل على صلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. أما بالنسبة للمصعد في المنام في الغالب إذا وجد في البيت يدل على رفعة لأهل البيت كما قال سبحانه ومعارج عليها يظهرون أي يصعدون، فالمصاعد تدل على الرفعة. أما بالنسبة أنت مع الوالدة يدل على برك إن شاء الله بأمك، ولا نزكيك على الله إن كنت كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام إلزم قدميها فإن الجنة تحتها. أما بالنسبة للخروج من المنزل يدل على الفرج، قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الساحة الكبيرة التي فيها الزرع الأخضر في الغالب ما يدل على صلاح الزوجة، قال سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.